التاسعة صباحا نستدست بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها من النيابة. واتصالا بذلك، أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة. وقد تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم. توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته السريعة والفورية لتوصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني لا يدخر جهدا لتنفيذ أي توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبناء. كما توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة. خلال حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين، شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة برئاسة لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصينية، فضلا عن عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمنتدى وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال. وفي ختام الجلسة ألقى الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية كلمة أكد خلالها عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى الفرص المتاحة للتعاون بين الصين والدول الإفريقية، فضلا عن أهمية دعم مشروعات البنية التحتية والنقل لتعزيز التبادل التجاري، لا سيما في ظل عدد من المشروعات المهمة مثل طريق القاهرة كيب تاون. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قبرص في مختلف المجالات، وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين، مع استمرار الدفع بالتعاون في ملف الطاقة ذي الطابع الاستراتيجي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد أن الوزيرين اتفقا على الالتقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة مسار التعاون الثنائي، وكذا التعاون في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان والإعداد للقمة الثلاثية العاشرة مع اليونان خلال الفترة المقبلة. كما أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية اليونان. وأضاف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الاتصال تناول تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، مشيرا إلى أن الوزيرين اتفقا على أهمية العمل سويا على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة.
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر صحية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما استشهد آخرون في غارة على منزل بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة وفي غارات بمناطق متفرقة برفح الفلسطينية. مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا نهاية هذا الموجز، وعودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح مع يارا مجدي وباسم طبانة. كل الشكر ليكي الزميلة العزيزة نارذين حبيب.